أعزائي مشاهدي اليوم السابع، معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع في محافظة بني سويف. ما زلنا داخل ديوان عام محافظة بني سويف ولقاءات حصرية مع المصريين العائدين من الخارج. حضرتك عرفني باسمك. جمال محمد حمادة من محافظة بني سويف مركز مستقر الكرم. طيب يا أستاذ جمال، قول لي أنت سافرت ليك قد إيه؟ يعني مسافر ليك قد إيه؟ والله أنا ليا بتاع 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. اللي حصل ده كان حصل إمتى؟ والله حصل من ساعة الحرق اللي دهور في طرهونة وليبيا بالذات يعني. طبعا كنا معدين لمصر كده، وبعدين الجماعة يمسكونا يعني، عملوا معانا اللي ما يتعملش يعني، تعذيب وإهانة. الكلام اللي اتقال في الفيديو انتوا كنتوا مجبرين عليها؟ اكيد اكيد كنا مجبرين عليها يعني. بصراحة من الساعة 8 للساعة 2 تعذيب، ما اقولكش يعني، والله حتى الكهرباء. ممكن يعني تعلي صوتك شوية؟ حتى الكهرباء يعني كانوا عايزين يكهربونا والله، ما اقولكش كل شوية تعذيب. عرفتوا يعني امتى ان انتوا هترجعوا مصر؟ والله احنا ما كناش نتوقع ان احنا نرجع، احنا كنا حاطين الموت قدامنا على طول كده يعني. بصراحة يعني عرفتوا امتى بالخبر؟ والله الخبر ده بصراحة أول أمس كده، أول عشية كده نشرب. طيب كان رد فعلك إيه؟ والله كان رد فعلا الحمد لله، إن إحنا بصراحة كده 100 قلنا خلاص الحمد لله رجعنا الحياة تاني بصراحة. وبنشكر كمان الناس اللي ساهمت برضه من على تأميننا من ليبيا لحد مصر بصراحة يعني. تمام. نشكر جميع الجهات المتخصصة كده يعني. صحيح. حضرتك عرفني باسمك. محمد سبع عبد الوهاب. علي صوتك شويه يا ابو حميد. محمد سبع عبد الوهاب. طيب محمد، احكي لي برضو ليكم قد ايه وكنتوا محتجزين؟ ليا بسنه ونص. خمس سنوات. لا انت محتجز، كنت محتجز دي 5 ايام. طيب عرفت امتى بان يتم الافراج عنكم؟ اول امس. اول هنا التامين ورانا قدام. طيب انت كنت مسافر بعقد ولا كنت مسافر بهجره غير شرعيه؟ هجره غير شرعيه. لو انت وصلت الحمد لله لمصر، لو الموضوع ده اتكرر قدامك وجات لك الفرصه انك تسافر بنفس الطريقه، هل هتسافر؟ لا، ما كانش رسمي مش هسافر يعني. طيب تقول ايه للشباب اللي هم ما زالوا مصرين على السفر بالهجره غير شرعيه؟ قول لهم ما حدش يسافر السفريه دي خلاص، لازم تكون رسمي. طيب يا حضرتك عرفني باسمك. رجب عبد الصمد محمد. كررتكم مرة من كلمني. طيب يا أستاذ رجب، مسافر ليك قد إيه؟ مسافر ليا سنة. ليك سنة. كنت مسافر سفر عادي ولا هجرة غير شرعية؟ هجرة غير شرعية. دفعتوا كام؟ احنا كنا موجودين في البلد والناس قالت يعني، الاهل قالوا مبالغ مهوله يعني، في ناس بتتكلم في 19,000، في ناس بتتكلم في 25,000 فعلا، واكتر من كده كمان. وفي ناس سافرت عن طريق الامارات لسوريا كده، اتكلفت حوالي 50,000 جنيه. احنا سافرنا من على طريق السلوم يعني حوالي 22,000 جنيه. عن طريق السلوم 22,000 جنيه. 22,000 جنيه. طيب رد فعلك لما عرفت ان القياده السياسيه المصريه بدأت ان هي خلاص في خلال يومين هيكونوا موجودين وسط اهلكم؟ والله اتبسطنا قوي، لان احنا كنا خلاص نرجع تاني للوطن او نشوف ولادنا او كده. وبعد ما عدينا المنطقه الغربيه من هناك، لقينا المخابرات المصريه والناس اتاكدنا ان احنا جينا بلدنا واحنا لسه في نص ليبيا. فده متوقعينه يعني من الحكومه المصريه ان هي مش هتسيب ولادها، والحمد لله رجعونا وما كناش متوقعين ان احنا نرجع بالسرعه دي كمان. طيب الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. تقدر تقول لي تعرفني باسمك؟ محمد نور سليم. طيب محمد، احكي لي شعورك ايه دلوقتي وانت موجود مش في مصر بس، لا انت موجود في محافظه بني سويف، وفي خلال اقل من نص ساعه هتكون موجود في قريتك وسط اهلك. الحمد لله، بس الله نجينا بالسلامه. مسافر ليك قد ايه؟ ليا سنه ونص. ليك سنه ونص. كنت شغال في ايه هناك؟ عامل يا باشا على ساعه. طيب لما تم احتجازكم ليك قد ايه كنت محتجز؟ 5. 5 ايام. ماشي. طيب شعورك برضو لما عرفت ان انت هترجع لمصر؟ والله بس الحمد لله احنا نرجع بالسلام، الحمد لله على السلام. ما زلنا اعزائي المشاهدين داخل ديوان عام محافظه بني سويف ونلتقي بالعائدين من الخارج. حضرتك عرفنا باسمك. محمد صبحي عز الله. طيب استاذ محمد، سافرت امتى؟ من حوالي سنه ونص. من حوالي سنه ونص. انت حاصل على دبلوم او لا؟ طيب سافرت ازاي بقى يعني، ممكن تحكي للناس كده انت سافرت ازاي؟ والله هجره. هجره برضو غير شرعيه.
بتاخدوا وقت قد ايه من ما بتطلع من قريتك لحد ما توصل جوه ليبيا؟ يعني بتاخد فتره وقت قد ايه؟ والله على حسب، من 15 ل 25 يوم لشهر كمان. تكون بتعرض فيها المخاطر طبعا ولا بتبقى الرحله بتبقى سهله؟ والله لا مش سهله خالص، صعبه، بتبقى صعبه. اللي جربها مره خلاص مش بيرد لها تاني. طيب بتقول ايه للناس الشباب اللي بتفكر انها ترجع؟ لا اقول لهم يا ريت بلاش والله، لان هناك الوضع هناك ما يسمحش خالص. وهناك البلد في خطر، في حرب وفي خطر، وما ينفعش اي حد يطلع. الحمد لله على السلامة. عرفنا باسمك كده. علي صوتك بس شوية. اسمه الناس مش هدهب للوهاب زي. طيب قول لنا سافرت امتى و... من سافرت من كل 11 شهر كده. تهريب برضو وهجرة شرعية. ومن 11 شهر. في خلال 11 شهر دي كنت شغال ولا كنت قاعد؟ كنا شغالين. الوضع جت الايام اللي كنا ممكن قعدنا 3 شهور من غير شغل. وطبعا قامت سيارات الحرب دي افترهونا وكله هج وجري، وخشوا علينا هناك بهدلونا وخدوا فلوسنا وكل حاجه معنا خدوها. وجهه نظرك، هل انت كنت منتظر او متوقع ان الدوله المصريه والقياده السياسيه المصريه هل هتستجيب ليكم وترجعكم؟ كنت هاجي هنا تاني بعد اللي شفته. كنتش متوقع ان انا اخش مصر تاني بعد اللي احنا شفناه هناك. الحمد لله يعني رب. الاستقبال في السلوم كان عامل ازاي؟ والله حاجه كبيره يعني. هل بتفكر في السفر مره تانية؟ لا كده خلاص، ما بتفكرش انك تسافر مره تانية؟ سافر كده تاني ابدا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كما شاهدتوا اعزائي المشاهدين، كنا داخل ديوان عام محافظه بني سويف ونقلنا اراء القادمين من ليبيا.